والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حضرات السيدات والسادة، إخواني الأعزاء، أخواتي العزيزات، دعوني في البداية أن أثمن وأشكر لكم حضوركم المجهودات الجبارة التي بذلتها الصحافة الإلكترونية في هذه المنطقة العزيزة من بلدنا الحبيب. بكم جميعا أتوجه بخالص التحية والاعتزاز والافتخار إلى كل المواقع الإلكترونية بدون استثناء المتواجدة في الساحة على مصداقيتها وعلى موضوعيتها وعلى مواكبتها لمختلف الأنشطة التي ما فاتئاً تعرفها الناظر وباقي المناطق المحيطة بها كذلك. سادة وسيدات، أن المستقبل أكيد أنه سيكون للصحافة الإلكترونية، وأنتم تعلمون مدى المشاكل والمعوقات التي والإكراهات التي تعرفها الصحافة الورقية، غياب معارضة حقيقية ومتمكنة من أجل أداء مهمتها، هذه كلها بطبيعة الحال جعل واحد العدد ديال الصحف تتراجع في مبيعاتها، بحيث أنه لن تستطيع في مجملها أن تتعدى 300 ألف قارئ. عرسينا شاركوني في الفكرة منذ البداية، جئنا لنعزز هذا المجال، مجال الصحافة الإلكترونية. نريد أن نعرف الشيء الكثير عن منطقتنا إلى نشرة إخبارية يومية. نشرة إخبارية يومية تكون تبث بطريقة مباشرة على الموقع، كذلك سننطلق بها قريبا إلا بمساعدتكم ومساندتكم. لن أطيل عليكم حضرات السادة، اخترنا هذا المكان رغم ضيقه للجسم الصحفي. أشكر المنتخبين الذين شرفوا هذا الموقع بالحضور. منبر جاء باش يعزز باقي المنابر الإعلامية النشيطة في هذه المدينة، وسنختار تحليل وتطرق لمجموعة من المواضيع التي تهم بطبيعة الحال ساكنة المنطقة، المواضيع التي يجب معالجتها وعدم السكوت عنها، وهي كثيرة في هذه المنطقة. أعتقد على أنه إذا كانت هناك من قيمة مضافة جاء بهذا الموقع فهي هذه المتمثلة في تطرقه بشجاعة ومصداقية بطبيعة الحال واحترافية في مناقشة مجموعة من المواضيع التي تشغل قلب ساكنة مدينة نصر. وأعتقد على أنه بالدعم ديال باقي الزملاء في المواقع الأخرى يد في يد، أكيد على أنه سنصل إلى المبتغى اللي هو الطموح لتحقيق تنمية لهذه المنطقة في جميع المجالات. شكرتي الحارة لزملائي في ناظور 24 وعلى المجهودات التي ما فاتوا يبذلونها كطاقم تحرير وكمصورين وككل المنتسبين لهذا الموقع. شكرا لكم جميعا.